دكتور، رأيك بيبسي دايت زين أو بيبسي عادي؟ والله بيبسي دايت يعني زيرو، زيرو يعني بي سبارتام، والسبارتام جديد طلعت هيئة الأمم منظمة الصحة العالمية إنه هاي مسرطنة أصلاً لتتقربون عليها، فإذا تريد تشرب دايت بوية يعني لازم تستقبل السرطان قدامك. أما بالبيبسي العادي، البيبسي العادي لأنه شكر زايد، موضوع السكري راح يجيك، موضوع السمنة راح تجيك، السكر ما تدرون نتيجتها لو عمل عين، لو يقطعون أصابعك، لو الأعصاب الطرفية ما تتأذى، هواية بيها مصايب. على كل حال فأنت الاختيار بيدك، ياهو اللي تريد تقدر تستفاد منه. دكتور، كم بيضة باليوم هو المقدار السكري؟ والله خلي أقول لك، أنا يومية 2 الصبح اعتيادية عندي، والحمد لله شكر صحة وعافية عندي. بس خلوا بالكم فتشي، الرياضيين مثل رونالدو هسه يومي 4 ياخذ تقريبا الصبحية، الرياضيين اللي عندهم ألعاب رياضية جهد كثير يقدرون يستفادون أكثر من هالموضوع. دكتور، رجيم غصن البان صحي افضل او كيتو؟ الكيتو محدود بحالات معينه، الكيتو صعب، الكيتو غالي، الكيتو يبهدل الانسان. كيتو احسن حميه هي الكيتو، لكن لما يقول لك لا تمن اكل، خبز اكل، فواكه اكل، حلويات اكل، لما كله يحذفه بعد انسان شنو عايش؟ فعلى هالاساس انا ما اعطي الكيتو الا اللي صدق عنده مشكله اعطيه كيتو. هسه ما انصح لي ها واحدة من مشاكله يقول لك دكتور انا جيت عندك وما قدرت تخسس وزني، ما قدرت تنزل وزني، اقول له روح اخذ الكيتو. فهمت شو؟ دكتور، محليات صناعيه مثل ستيفيا صحيه او لا؟ المحلي الطبيعي الوحيد المسموح لحد الان هو سكر ستيفيا، لان يستخرج من اوراق الاشجار. اوراق الاشجار بحالات 200 مره بقد السكر، هذا يستخرجون من ستيفيا، وهو افضل شيء بالنسبه حال الحاضر. شنو حل مشكله حساسيه الجلوتين؟ الجلوتين انا في شيء جواب سهل راح اجاوبكم، كل من عنده مشكله جلوتين، عنده يصير عنده نفوخ، يصير عنده غازات، يصير عنده مغص بالامعاء، يصير عنده اختلال بالخروج، مره قبوضه، مره اسهال، هذول كلهم يقدرون يشيلون تليفون واحد اذا عندهم عرف بالبصره، هذول خبز ما لازم ياكلون. زين، اهل البصره واطراف البصره كلهم ياكلون خبز السياح. السياح لو تطلعه بالانترنت هم راح يفيدك، فاحسن شيء شيل تليفون تخابر واحد من البصره، لو الويه المحافظه للبصره، هذول كلهم ما ياكلون خبز العادي لانه فيه جلوتين، فكلهم ياخذون خبز السياح، فتقدر تخابرهم تقول لهم شلون يسووا. دكتور، صامون ناكل الخبز؟ الصامون والخبز ياهو من عدن مسوي بالطحين الاسمر انا افضله. هسه اكو صمون عندنا بطحين اسمر، اكو خبز طحين اسمر، ياهو اللي مسوي بطحين اسمر انا افضله. دكتور، السكر بني احسن من السكر ابيض؟ ليه قشمركم بويا؟ ماكو كل فرق. طبعا هنا احنا عندنا قصب السكر من ياخذوه؟ فد 40 مرحلة يمرروا إلى أن يصير سكر كريستال هذا الأبيض، واحدة المرحلة الأخيرة يقصرون لونه، بس هذا ما يسووا يعني السكر من يصير لونه قهوائي زين، هذا سكر هسه يقولون قهوائي زين، هذا بس قاصر مخاليل، لكن بقية المراحل كلها، فإذا سعراتها نفس السعرات، أضرارها نفس الأضرار، بس ضرر واحدة، بس واحد من الأضرار هو أنه ما ضايفيده القصر. دكتور، حليب الدسم لو قليل الدسم؟ بوي أنا أفضل، إذا أول حليب إذا كان مال معامل البان أنا ما أفضلها على الإطلاق، لأن وياها هرمونات. الحليب مال الأبقار العادية اللي تأخذ أعشاب الأرض أنا أفضل حليبها العادي، لا دسم ولا قليل الدسم، 3% نسومة بها، العافية عليكم. وهسه نشرب حليب يا لا؟ هذا أنا مسوي الفيديو بهالموضوع، فأرجو من الأعزاء المشاهدين أنه يسجلون نظرتهم أنه نشرب ولا ما نشرب. السلام عليكم.